مرحبا مسيو، بردون قطعتك عن اكلك، بس عندي مشكله كتير كبيره ولازم تحلي لي اياها. خير يا مدام، شلون فيني اخدمك؟ انيسه، انا هيت فياض. اخ وكان هيشي، مشان الله ما تاخذيني انت مو انسي، انت انسيت، انا هيت فياض. تفضلي، مشان الله خالي، مشان الله خالي، خليك يا مرحبا. اخ ولا يبعث لي حمى، ان شاء الله تنكسر رجلي، ان شاء الله تنكسر رجلي. تفضلي خالي، خلي اجيب لك كاس مي، بس تبلل يا اخي، بس كاس مي. اه المشكلة يا معلم مطيع، محسوبك مطيع الفشكي، سوريا القريتين، الحارة الشمالية ثاني اللي في بعد الخرابة، الاسم الحركي أبو دعسي، رقم العسكري 1-0-5-5-5، ناس رقم الموبايل، بس الموبايل فصلوا خلوه استقبال بس. وعلى فكرة كلمة معلم منك هاي مثل أنتين بأم ركبوه على مرسيدس طالعة بتجنن. ميرسي كتير، الحقيقة أنا عندي شغل بالاستديو بهاي المنطقة و عم تصوروا كمان باب الحارة؟ لا هالمرة دوبلاج، تعرف يعني لميس وعاصي. المهم السيارة عطلانة وأنا كتير تأخرت على الموعد، فإذا فيك تساعدني. أخ ولا يهمك، وكنت إجيتي عند أبو دحسي أحسن واحد بيصلح سيارات. وعلى فكرة ما توتري، عشان أحبالك الصوتية بعدين بصير بدها تشحيم، خمس دقائق بس بخلص لك السيارة، وإذا بدك أنا بوصلك براسي بوصلك لهناك. ميرسي كتير كتير، وعن جد لا تاكل هم، شو ما كلف الموضوع أنا مستعدة. لا يا ست، أنا هيت فياض، بزعل منك بعدين. ها أنت هيك ضربتيني بعمق ضواجي رجولتي. عن جد مو معقول، واو، يعني يا ريت كل الرجال مثلك. حبيبي يا بعلي انت، يا روح بغلك انت، المتة صارت جاهزة وعم تستناك، حبيبتك كمان عم تستناك. ولك تسلمي لي يا حبيبتي، انت وجوزة المتي تبعتك، بس اخلص لك الماكينه وبجي بشرب معك احلى جوزة متي. لا 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 ما بقبل، لا مطيع، هلا بدك تشربها. اولا المتة بتبرد، ثانيا كثير شعبالي نقعد سوا هيك قعده رواق. ولك يحرق ابو الماكينه، على سلك الماكينه، على السياره، على اصحاب هالورشه، كله ولا اشوفك زعلانه. لك ان شاء الله بتقبرني يا احلى ميكانيكي بالدنيا. لو كل الرجال هيك مثلك مع نسوانهم، رومانسيين وحناين، اي ما كان في طلاق ابدا. حبيبتي شو انت مفكره كل الرجال مثلك؟ الزلمه هيك، هاي من اول ما الله بيخلقه بتكون عنده، مو كل الرجال عندهم مشاعر فياضه يا اناهيد فياض. ها ابو دعسه خلصت السياره؟ وكي يقطع عمرك من بين الزلم، شو فايت على زريبي انت؟ يا اخي قول السلام عليكم، بعدين سيارتك شغالين عليها واحنا يا اخي بشر، ما انا مكاين، قاعدين عندنا بريك هلا. ايش فيك يا ابو دعسه حبيبي؟ انت عارف ان اليوم عندي مشوار ضروري، ايش فيك؟ ايه بعرف بعرف، يعني وين بدها تكون مشاويرك؟ بدك تاخذ السياره وتروح التحليه وتتفشخر فيها قدام البنات. لا يا ابن الحلال، اي تحليه واي خرابيط، وبيني وبينك انا عزلت هالامور دي خلاص. ثاني حاجه البنات الان بعطله، اللي في باريس واللي في لندن، وش دراك انت؟ انا بطلع في رحله شاعريه تحت اضواء القمر. انا بطلع لبر انا وحبيبتي في نزهه خلويه. انا وهي والنجوم. واو شو رومانسي. بلا رومانسي بلا بطيخ، قومي فزي سوي لنا عشان اشوف. ابو دعسه، مو انت اللي بتصلح سيارتي؟ انت بيدينك راح تغير تاريخ العالم كله. انت بيدينك راح تضيف للعشاق عصفورين صغار، كل همهم ان يكون عندهم عش صغير يلملمهم. مو معقول، شو هالاحساس؟ ابو دعسه، عندك 10 دقائق، ابو راح اجهز الورد والشوكولا وبرجع ألقى السيارة جاهزة. تشاو. ايه روح انقلع برا، لسه بيقول لي ورد وشوكولاتة وحكي فاضي. شو هالجيل التافه اللي اخرت همه جل على الشعر وبتتغاز على ايده، جيل تافه تفاهة. يلا تفاهة؟ عم تسمي المشاعر وكل الجمال اللي حكى عنه رفيقك تفاهة؟ شو انت ما بتفهم بالرومانسية؟ اخ وك انا ما بفهم بالرومانسية؟ مو انا كنت مثال الرجل الرومانسي والفياض قبل شوي؟ انخدعت فيه، كنت فكرتك حساس ورومانسي، طلعت قاسي وقلبك حجر. حبيبتي بس انا رجال، والرجال لازم يكون دائما لازم يكون حساس ويعرف المرأة شو بدها، يعرف المرأة شو محتاجة. الله يقطع عمرك، شو بتخرب بيوت ام الحالي.